بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أعزائي الطلبة في اللقاء الثاني من اللقاءات المخصصة للمحاسبة الدولية، وهو الفرع المهم الذي قلنا أنه أصبح حديثا تم إنشاؤه لاستيعاب البعد الدولي للمحاسبة. طبعا في هذا اللقاء الثاني سنركز على المقارنة والتنسيق والتوافق المحاسبي الدولي. عزيزي الطالب، بعد دراسة هذا المقرر ينبغي أن تكون قادرا على أن تشرح العلاقة بين مبادئ المحاسبة المقبولة عموما والمعايير المحاسبية الدولية. 2، تحدد أسباب الاختلاف المحاسبي. 3، تحدد أشكال الاختلاف المحاسبي. 4، تحدد مفهوم التوافق المحاسبي الدولي. 5، تحدد خطوات تحقيق التوافق المحاسبي الدولي. إذن عزيزي الطالب، في هذا اللقاء سنحاول بقدر المستطاع أن نوضح فكرة التوافق من أجل أن نصل إلى التوحيد. الآن أصبحت المحاسبة الدولية تسعى إلى التوحيد الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي، ولن نستطيع الوصول إلى هذه المرحلة إلا بعد أن نعمل عملية التوافق. سنأخذ في البداية مقدمة بسيطة حول هذا الموضوع. تمثل المبادئ المحاسبية قواعد وضوابط عامة تحكم وتبرر التطبيقات المحاسبية وإعداد القوائم المالية، فضلاً عن أنها تمثل إطار عام يتم الرجوع إليه للحكم على مدى عدالة القوائم المالية. إلا أن هذه المبادئ ليس لها صفة الثبات المطلق كونها نتاج إجماع في وقت معين، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف الممارسات المحاسبية على مستويين المحلي والدولي، حيث ينتج عن تعدد السياسات والطرق المحاسبية التي تتبعها الشركات في تسجيل معاملاتها المالية، عدم إمكانية المقارنة بين النتائج المالية للشركات التي تزاول أنشطة متماثلة. وفي سبيل مواجهة هذه المشكلة، سعت عديد من دول العالم نحو وضع معايير محاسبية يتم إلزام الشركات بتطبيقها على المستوى المحلي. وعلى الرغم من النجاح الذي حققته المعايير المحلية في توحيد الممارسات المحاسبية على المستوى المحلي، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة على المستوى الدولي، وهذا ما تحاول المحاسبة الدولية المساهمة في حله. إذن المحاسبة الدولية تساهم بشكل كبير في حل مشكلة الاختلاف بين البلدان في ممارسة المحاسبة. سنبدأ أولاً بذكر أسباب الاختلاف من أجل أن نعي هذه الأسباب، ثم ننتقل إلى موضوع التنسيق والتوافق المحاسبي. أول سبب من أسباب الاختلاف المحاسبي هو النظام القضائي. نلاحظ أعزائي الطلبة، في كل بلد يوجد نظام قضائي، وهنا تتأثر الممارسة المحاسبية بالنظام القضائي للدولة كونها علم اجتماعي. وعندما نقول علم اجتماعي معناه أنه علم يؤثر ويتأثر بالمجتمع، إذن هو علم ليس ثابت، ولهذا لابد أن هذا العلم يواكب التغيرات المجتمعية. حيث تنقسم الدول من حيث نظامها القضائي لمجموعتين. الأولى، دول تعتمد القانون العرفي، حيث يعتمد التشريع فيها على إصدار مبادئ عامة تاركا للقضاء مجالا واسعا للتقدير لحسم النزاع. والأخرى، دول تعتمد قانونا مكتوبا يحتوي مواد مفصلة لا تترك مجالا واسعا لتقدير القضاء. إذن هناك نوعين من الأنظمة القضائية، دول تعتمد على القانون العرفي ودول تعتمد على القانون المكتوب. طبعا هنا عندنا في اليمن بنعتمد على القانون المكتوب، نلاحظ أن جميع القوانين مكتوبة ويتم الالتزام بها حرفيا. ننتقل إلى السبب الثاني من أسباب الاختلاف المحاسبي، النظام الاقتصادي. توجد علاقة ارتباط قوية بين النظام الاقتصادي والنظام المحاسبي، فالمحاسبة ما هي إلا ترجمة للأحداث الاقتصادية، وهذا ما نلاحظه في ممارستنا للمحاسبة. عندما نقيد القيود المحاسبية بيتم قيد المحاسبة بناء على حدث اقتصادي وقع في المنشأة، شراء أو بيع وهكذا. إذن تختلف الأنظمة الاقتصادية من بلد إلى آخر، وهذا الاختلاف يؤثر أيضا على المحاسبة لارتباطها بالنظام الاقتصادي، وطبعا وتختلف درجة الارتباط من دولة إلى أخرى. فالنظام المحاسبي في بلد متطور اقتصاديا يختلف عنه في بلد يسعى نحو النمو. 3، طرق تمويل المؤسسات.
وهنا تعتمد مؤسسات بعض الدول في تمويلها على فئات مختلفة من المستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو هيئات، وبالتالي فإن الاهتمام الأساسي للمحاسبة ينصب على تلبية احتياجات هذه الفئات، والبعض الآخر من المؤسسات تعتمد في تمويلها بشكل كبير على البنوك، وبالتالي ينصب اهتمام المحاسبة على حماية المقرضين. إذن لاحظوا معي أعزائي الطلبة، الشركات في تمويلها تعتمد على شيئين، إما على البنوك أو على الأفراد والمؤسسات. بالنسبة للدول المتقدمة دائما تعتمد على الأفراد والمؤسسات والهيئات، مثل هيئة الأسواق المالية. عندما يكون هناك سوق مالي فإن المؤسسات تحاول بقدر المستطاع أن تمول من هذه من هذا السوق، سوق الأوراق المالية، بينما الدول النامية مثل اليمن تعتمد في تمويلها الأساسي على البنوك. وهذا هو سبب الاختلاف المحاسبي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. 4. عوامل قيمية وثقافية. تتأثر الممارسة المحاسبية بشكل كبير بالبيئة الثقافية والقيم السائدة في الدولة، ويشمل ذلك المستوى التعليمي ومستوى البحث العلمي والتطبيقي وثقافة المجتمع ونظرته ونظرة أفراده تجاه الأنشطة الاقتصادية ومهنة المحاسبة والمراجعة. إذن العوامل الثقافية والقيمية لدى المجتمع تؤثر بشكل كبير على الاختلاف المحاسبي. 5. الديانات. إن الديانات بمفهومها الواسع تؤثر على المفاهيم المحاسبية، فعلى سبيل المثال تعتبر الفائدة على القروض أمر لا يتفق مع المعتقدات الدينية للدول الإسلامية، بينما هذا الأمر موجود في الدول الأجنبية بشكل كبير ويمارسوه دون أي تحرج ديني، وهذا الموضوع يختلف أو تختلف معالجته محاسبيا بين الدول الخارجية وأيضا الدول الداخلية أو الدول الأجنبية والدول الإسلامية. 6. الجهات المسؤولة عن وضع المبادئ المحاسبية. فوضت بعض الدول المنظمات المهنية المحاسبية لتكون مسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة وتطويرها، في حين أوكل البعض الآخر من الدول مهمة تنظيم مهنة المحاسبة لجهات حكومية، وهذا ما سنفصله في لقاءات قادمة، سنخصص له لقاء كامل ونوضح فيه كيف يتم إنشاء المعايير المحاسبية في بعض البلدان وكيف يتم التعامل محاسبيا بين الدول المتقدمة والدول النامية. أشكال الاختلاف المحاسبي. 1. سياسة الإخبار. ترتبط سياسة الإخبار ارتباطا وثيقا بطبيعة التمويل ومصادره، ففي الدول التي يعتمد تمويل مؤسساتها بشكل كبير على البنوك تركز سياسة الإخبار على تقديم المعلومات التي تلبي احتياجات فئة المقرضين، مثل المعلومات المتعلقة بقدرة الشركة على سداد التزاماتها، في حين أن الدول التي تعتمد شركاتها على الأسواق المالية يتم تقديم المعلومات المحاسبية التي تلبي احتياجات كافة فئات المستثمرين. وهذا ما ذكرناه سابقا في أن هناك سياسة الإفصاح للشركات، يختلف الإفصاح التي للشركات التي تقوم بتمويل عملياتها من البنوك عن الشركات التي تمول عملياتها من الأسواق المالية. 2. من أشكال الاختلاف المحاسبي قياس النتيجة. تهدف القوائم المالية في بعض الدول إلى تحديد نتيجة النشاط وتصوير المركز المالي، وفي البعض الآخر تركز النتيجة على الإخبار عن أداء الشركة معبرا عنه بالنتيجة ومكوناتها. 3. قياس وتسجيل المعاملات. تتأثر عملية قياس وتسجيل المعاملات بحسب المعايير على المستوى المحلي، حيث تختلف عملية وضع المعايير من دولة إلى أخرى، وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين مدخلين لوضع المعايير، هما مدخل يتبنى العرض العادل للمركز المالي ونتيجة الأعمال، والآخر يتبنى التطبيق القانوني، حيث يترتب على تبني أحدهما تأثيرات جوهرية على عديد أو على العديد من القضايا المحاسبية، نذكر منها الآتي: ألف، قياس الإهلاك على أساس الانخفاض في قيمة الأصل خلال عمره الإنتاجي، هنا يسمى عرض عادل، أو على أساس القيمة المسموح بها للأغراض الضريبية، وهنا يمكن أن نسميه تطبيق للقانون. أيضا من أشكال الاختلاف المحاسبي معالجة الإيجار التمويلي. فبعض الشركات تقوم باعتبارها أنه يأخذ شكل شراء أصل، أي هنا العرض العادل، أو على اعتبار أنه استئجار عادي،
وهذا يتم من خلال تطبيق القانوني. إذن يكون هناك إما عرض عادل أو تطبيق للقانون. وهنا عندنا في اليمن دائما تكون الممارسات تطبيقا للقانون وخاصة القانون الضريبي. جيم اللي هو احتساب معاشات التقاعد على أساس المنافع التي ستحقق للعاملين، هنا يمكن أن نسميه عرض عادل أو على أساس المبلغ الذي يدفع فعلا، وهنا يتم تطبيق القانون الخاص بالمعاشات. ننتقل الآن إلى مفهوم التوافق المحاسبي الدولي، والذي من خلاله يمكن أن نقوم بعملية التوحيد، ومن ثم إيش إعداد المعايير الدولية التي تصب في مصلحة تطبيق الممارسات المحاسبية الدولية. إن كلمة التوافق لغويا تعني تنسيق واتساق وانسجام وتناغم. أما من الناحية المحاسبية فتوجد ثلاثة مفاهيم تستخدم لتدل على معنى التوافق، وهي التوافق المحاسبي والمعايرة المحاسبية والتوحيد المحاسبي. وسنبين مفهوم كل عنصر على النحو الآتي. نبدأ الآن بالتوافق المحاسبي. يعرف التوافق بأنه درجة من التنسيق أو التماثل فيما بين مجموعات مختلفة من المعايير والطرق وأشكال التقارير المالية. كما عرف التنسيق بأنه الجهود العالمية والإقليمية الرامية إلى تلاشي الفوارق بين النظم ومعايير المحاسبة. إن التناسق هو عملية زيادة انسجام وتوافق الممارسات المحاسبية بوضع حدود للخلافات بينها، وتخفض المعايير المتناسقة من الاختلافات المنطقية، وتحسن التوافق في المعلومات المالية بين الدول المختلفة. اثنين اللي هو المعايير أو المعايرة المحاسبية. إذن أولا التوافق المحاسبي ثم المعايرة المحاسبية، وهنا يقصد بها المحاولات الرامية لوضع توحيد في الطرق المحاسبية. فالمعايرة تسعى نحو إلغاء الاختلافات عن طريق وضع معايير موحدة للقياس مصرح بها من قبل السلطة. فالمعيار عبارة عن مسطرة لقياس الأحداث الاقتصادية لمنشآت الأعمال، فهي قياسات تطبقها الشركات لتحديد نتيجة النشاط وبيان الموقف المالي، حيث تعتمد عمليتي تحديد نتيجة النشاط وتحديد الموقف المالي بدرجة أساسية على المعايير المحاسبية التي تتضمن السياسات والطرق والإجراءات المحاسبية الواجبة التطبيق. ثلاثة التوحيد المحاسبي. ويشير التوحيد إلى الحالة التي يكون فيها كل شيء متسق ومتجانس، أي غير متباين، بمعنى أن تكون كل المبادئ والممارسات المحاسبية واحدة. فالتوحيد المحاسبي يعني توحيد السياسات والممارسات والمبادئ المحاسبية وكذلك المعايير المحاسبية على المستوى الدولي، وهذا ما تهدف إليه المحاسبة الدولية. ويؤدي ذلك كله إلى الثبات في التبويب والمصطلحات وكذلك الثبات في القياس. إذن نبدأ أولا بالتوافق، ثم المعايرة المحاسبية، ثم التوحيد المحاسبي. من خلاله نستطيع أن نوحد الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي. خطوات تحقيق التوافق المحاسبي يمكن أن نلخصها في بعض النقاط. تتضمن عملية تحقيق التوافق المحاسبي سلسلة من العمليات الفرعية المعقدة التي يتطلب تنفيذها بذل تكلفة عالية جدا، إلا أن المنافع التي يحققها التوافق تبرر الجهود المبذولة لتحقيقه، حيث تتمثل خطوات تحقيق التوافق المحاسبي الدولي في الآتي: 1. دراسة النظم المحاسبية في مختلف دول العالم. إذن يجب أولا، من أجل أن نصل إلى التوافق المحاسبي على المستوى الدولي، يجب أولا أن ندرس النظم المحاسبية في كل دولة. ثانيا، تحديد الفروق الجوهرية فيما بين النظم المحاسبية التي تتبع كل دولة. ثالثا، بذل الجهود لإزالة هذه الفروق الجوهرية بين الأنظمة المحاسبية. وهنا نبدأ نحقق موضوع التوافق، يعني عندما نصل إلى إزالة الفروق فهنا وصلنا إلى مرحلة التوافق. رابعا، صياغة مجموعة مترابطة بين المعايير المحاسبية تحظى بقبول دولي، وهذا ما نسميه الدرجة الثانية اللي هو المعايرة المحاسبية.
خامسا بلوغ حالة توحيد السياسات والممارسات والمبادئ والمعايير المحاسبية على المستوى الدولي، وهذا ما نسميه المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التوحيد. صحيح أن هناك صعوبة في هذا الموضوع وأيضا له تكلفة عالية جدا، لكن هذا الموضوع عندما نقارنه بالفوائد سنلاحظ أن فوائده عالية جدا. إذن عزيزي الدارس، في نهاية هذا اللقاء يمكن أن نضع عليك هذا التكليف، أن تقوم بعمل كتابة ملخص لأسباب وأشكال ومفهوم وخطوات تحقيق التوافق المحاسبي الدولي. وهنا عزيزي الدارس نلخص هذا اللقاء الثاني في بعض النقاط. يمكن أن نقول أن أساس هذا اللقاء هو التوافق المحاسبي، وقلنا أن هذا التوافق لا يمكن أن نصل إليه إلا بعد أن نزيل الفوارق المحاسبية للممارسة المحاسبة بين البلدان، ومن ثم سنصل إلى مرحلة توحيد المعايير والذي سميناها المعايرة، ثم نصل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة التوحيد، فمن خلالها نستطيع أن نوحد جميع الممارسات، جميع المبادئ، جميع المعايير الدولية، وبهذا نصل إلى تحقيق الهدف الأساسي من المحاسبة الدولي. أشكر لكم أعزائي الطلبة حسن الاستماع في هذا اللقاء، نلقاكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى.